بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نقدر نتحكم في حجم الصورة من خلال برنامج على الويندوز؟ مش هنحتاج اي برامج خارجية، وهو برنامج الرسام. بنجيب الصورة اللي احنا محتاجين نكبر او نصغر حجمها، ونضغط على كليك يمين، وبعد كده ايديت، بنيجي على التبويب اللي اسمه ريسايز ده، وبنتحكم في حجم الصورة، في عرض الصورة وطول الصورة. في خيارين للحجم، خيار البيكسلز ممكن منه نصغر الصورة أو نكبرها، هي 4032، ممكن نخليها 1000. لو عاوزين الحجم معين والعرض والطول معين، نشيل العلامة دي ونتحكم في العرض أو الطول براحتنا، وليكن 500، وبعد كده انتر. بيتحكم في حجم الصورة زي ما انتم شايفين، وبنفس الطريقة بكبر وبنفس الطريقة بصغر. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، يوصلك كل جديد من القناة.